السلام عليكم، أنا دكتورة حنين عصام، أخصائية تقويم الأسنان من عيادات دنتال سيتي التخصصية. اليوم حبيت أشرح لكم وأجاوب عن سؤال هواية المراجعين يسألوني عليه ومتخوفين من عنده، اللي هو دكتورة نريد نسوي تقويم أسنان بس نخاف أنه بعد ما نشيل تقويم الأسنان هل ممكن أنه ترجع أسناننا تتخربط؟ طبعاً الجواب على هذا السؤال إيه، طبعاً ممكن تتخربط. ليش؟ لأن أكثر الحالات ومعظم الحالات اللي الأسنان بيها ترجع تتخربط بعد رفع جهاز التقويم يكون سببها عدم الالتزام بالمثبت بعد تقويم الأسنان. إذن إحنا نعتبر المثبت وفترة التثبيت بعد رفع جهاز تقويم الأسنان هو المرحلة الثانية من العلاج بتقويم الأسنان. ليش؟ لأن إحنا خلال فترة تقويم الأسنان سلطنا قوة على الأسنان، فصارت عندنا فجوات أو فتحات بداخل العظم. هاي الفجوات تحتاج لها فترة حتى تتكلس، وهاي الفترة اللي نحتاجها حتى تتكلس تتم بواسطة التثبيت بالمثبت بعد رفع جهاز تقويم الأسنان. بالنسبة للأنواع الخاصة بالتثبيت بعد رفع جهاز تقويم الأسنان هي نوعيتين. النوعية الأولى هي تكون المثبت الدائمي. المثبت الدائمي يكون على شكل سلك رفيع، احنا نثبته، هو خاص بالتثبيت، نثبته خلف الأسنان، يعني يكون غير ظاهر من وراء الأسنان. هذا المثبت كلش مهم، نستخدمه بمعظم الحالات. المثبت النوعية الثانية اللي تكون هو متحرك، مثل ما تشوفون هو شفاف وما مبين أبد. شوية بالبداية ينزعج المراجع من انه يكون اكو ثقل بالكلام، بلسانه شوية ثقل، بس يتعود عليه. وهذني المثبتين هذا لكل الحالات نستخدمه، هذا المعظم الحالات نستخدمه. بالنسبة للفترة الخاصة بالتثبيت بعد رفع جهاز تقويم الأسنان، فتكون أول سنة يلبس المراجع هذا 24 ساعة فقط بالأكل ينزعه. السنة الثانية راح يقوم يلبسه بس بالليل. وراء ذني السنتين راح يجربه كل فترة يلبسه، إذا حس راخي، يعني شلون هسه هيك بسهولة يقعد، معناها الأسنان بدأت تثبت والأمور تمام، يقدر شوي شوي يبعد المسافات مال لبس المثبت. اما اذا من يقوم ورا السنتين ينزع مثلا فتره يرجع يريد يلبسها، لا راح يحس اكو فد صعوبه انه ما راح يقعد بسهوله، معناها اسنانه بعدها يعني بدها تتحرك، فيحتاج انه يلبسها فتره اطول. طبعا اذا تعرض كسر او اي مشكله خلال فتره التثبيت لازم يرجع يراجع طبيب تقويم الاسنان حتى يرتب له هذا الموضوع. وإذا تحتاجون أي استفسار آخر إحنا موجودين بخدمتكم بعيادات دنتال سيتي التخصصية، وشكرا جزيلا لكم.